حسن بوزان على تنفيذ هذا الخطأ. حسن يرسلها أمامية طويلة ولكنها موعدة برأسية سعد أحمد. تصلي عند من هالطيارة ليوسف فياضي. يوسف يرسلها طويلة أمامية لسامر السالم بتسديدة ولكن الكرة ترتطم بحسين شوية. تعود الكرة لخالد كوجلي وتسديدة كانت خطرة من جانب فريق الساحل. محمد كرومة لإليكسيز من جديد. إليكسيز لمحمد كرومة وانتو يرسلها عرضية أمامية لعند سليمان رشو. لإليكسيز. إليكسيز عرضية تسديدة وديكو جول. الله 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 الله. فريق حطين فعلها في آخر ثلاث دقائق من أحداث هذا الشوط بافتتاح التسجيل عن طريق ديكو إبراهيم الفواري. لعبها لي زكريا العمري. زكريا يرسلها طويلة أمامية لعند سامر السالم برأسية ولكن سهلة على حارس فريق حطين يزن عرابي. سليمان يحاول يرسلها عرضية لعند إليكسيز برازا. إليكسيز برازا يحاول ويتعرض لعرقلة. إليكسيز برازا داخل منطقة الجزاء وكارلوس ألبرتو المكسيكي. تسديدة كانت خطرة على مرمى أحمد الشيخ. سليمان رشو. سليمان رشو لحسين جويد. حسين جويد يتقدم يرسلها جانبيا عند سليمان رشو. سليمان رشو تسديدة ولكن القائم منع حطين بتسجيل الهدف الثاني وتسديدة ثانية من ديكو إبراهيم والكرة ترتطم بدفاعات فريق حسين جويد. حسين جويد لعند عبد الهادي الدالي ولكن الكرة تعود عند عبد الهادي الدالي. عبد الهادي الدالي يرسلها عرضية عند سليمان رشو برأسية ولكنها مبعدة من إبراهيم السواس. يلعبها الخلف لمحمد كرومة. محمد لحسين جويد. حسين جويد يرسلها عرضية وبرأسية خطرة كانت من سعد أحمد. لكنها مبعدة من جابر خطاب. تصل عند سعد أحمد. سعد أحمد برأسية للأمام. تعود الكرة عند سامر السالم بتسديدة كانت خطرة ولكن يزن عرابي تألق. سامر يرسلها تسديدة. يحاول سلطان تسديدة لسلطان.